كل يوم برجع عالبيت بحضر تلفزيون، ما في مصاري اظهر متراكمة علي التيون، ومن كتر الطفر ونق هالبشر ما بيجيني النوم. فضوي هالتي في بقعد وبحضر اخبار، بحط على الام تي في لاعرف شو صاير بالنهار، واز فجاه بشوف مرسل غانم على الاذاعه. سؤال، مش كان مرسل غانم على ال بي سي من شي ساعه؟ قال لهم مرسل بنقل على الام تي في بس في مشكله بدنا نحلها، ما فيني انقل غير ما تكون مع العيلة كلها. فصرنا نشوف دولي غانم بمنا وجر، اطلاليتها كتير حلوه وتقطيشها ما بعمره ضر. مع مرسل بالاخبار جورج غانم مستقر، اخباره مثل النار بتسم البدن وبتشل، الكل عم بفل ما حدا بدو يضل. كل يوم بيغيروا الاذاعه صار عندن مناعه، كرمال لاقي بروجرام توني خليفه بدي ساعه. من النيو تي في للام تي في رجع راح النيو تي في بكفي، وشرقة البرود من احلى جلسي تعب من القعود. فاجع الام تي في والمستقبل سكر بس بعد المنار، وراح زفان على الال بي سي وما ضايان نهار. صاحبنا سلام ترك الشي انقان، قرر يبدل مطرحه مع نيشان، حتى جو معلوف ما بعرف شو عنده الظروف. ال بي سي او ام تي في قرر عمول معروف، ضاعت الطاسة واتلخبت التي في، الكل غير محله إلا مالك متجابي. هل سوف يبقى إلى الأبد على ال بي سي؟ بعد البريك. شذا يمان رائعة، شذا ثانك يو سو ماتش انه كنت موجودة معنا الليلة. بعد في مواهب كتير رح تطل.